يعني اليوم النقاش مع جبران باسيل والمفاوضات، وانا صرت سامعها من اكثر من مرجع، ما في تفاوض مع جبران باسيل. جبران باسيل يا بياخذ 100% يا اما ما بياخذ. يعني بتفاوض انا وياك، بتعطيني 30 بعطيك 70 برضى. لا، جبران باسيل بده 100%، بده كل شيء. لا بده سليمان فرنجيه، بده يسخر حزب الله لمصالحه، بده يكون هو الامر الناهي، بده يكون اكبر كتله مسيحيه، بده يكون هو اللي عنده الثلث المعطل بالحكومه، بده هو يكون عنده كل الموظفين من قائد الجيش لحاكم مصرف لبنان لكل الفئه الاولى. طيب شو ما في غيرك بالبلد يعني؟ طيب بما انه هيك جو هيك من بعد لقاء الرئيس الحريري مع سليمان فرنجية، يعني هيك بتستشف من الجو العام، إن كان باتجاه سليمان فرنجية أو إن كان باتجاه الرئيس الحريري، إنه في تناغم كتير كبير، ويمكن الشخصين بيتمنوا يتعاونوا مع بعضهم على قاعدة رئيس جمهورية ورئيس حكومة. أدي ممكن هذه المعادلة اللي تكون مطروحة، وخصوصا إنه حاطت سبق وحاطت فيتو عليه الوزير جبران باسيل، إنه يا منفوت مع بعضنا على الحكومة يا منظهر مع بعض. هذه خلصت بعدها، هيدي خلصت اليوم. يعني هذا الأمر يتعلق بالرئيس الحريري لا شك. عودة الرئيس الحريري عملت حركة سياسية، رمت حجر بالبركة الراكدة. نعم. سياسيا بس هو ما بيخفي سليمان فرنجية محبته للرئيس الحريري وقدرته على التعاون والانسجام. العلاقة بين الرئيس الحريري وسليمان فرنجية، أو علاقة سليمان فرنجية مع كل السنة بلبنان. سليمان فرنجية اليوم علاقته أكثر من جيدة بالطائفة السنية، أو ما بدي أقول بأكثرية قيادات الطائفة السنية. يعني اليوم سليمان فرنجية يرغب بالتعاون مع الرئيس الحريري، إذا لم يكن هناك تعاون مع الرئيس الحريري فيتمنى أن يتعاون مع الرئيس نجيب ميقاتي. يعني اليوم العلاقات جيدة جدا. نعم. ولا شك اليوم يعني الرئيس الحريري اجت بهذا الأسبوع، كان في يعني كثير من المسلمات، الرجل موجود سياسيا وشعبيا والقرار يعود إليه عندما يقرر العودة إلى العمل السياسي. الأرضية جاهزة وكل هذه الأمور جاهزة. الرئيس الحريري كان عنده أكثر من يعني موضوع اشتغل عليه، زيارته كان فيها انسجام وعتب وجفاء وزكزكة وربط نزاع. الانسجام كان واضح مع الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس نبيه بري، وطبعا الرئيس الحريري قام بأول زيارة له بعد وصوله إلى لبنان إلى السرايا بما ترمز ولزيارة الرئيس نجيب ميقاتي، وهذا يؤكد بأن ما يقوم به الرئيس ميقاتي من عمل في الحكومة يعني يحاكي تطلعات الرئيس الحريري. طبعا الانسجام مع الرئيس بري كان رائع جدا، العتب كان على وليد جنبلاط نتيجة يعني في بعض أكثر، في حدا نائل أكثر من حديث بين الرجلين وفجرته منه بحاجة وليد جنبلاط على الصحف حكي عن موضوع فجرته موضوع عمل شعبان. الجفاء كان واضح مع القوات اللبنانية يلي كان اللقاء شو بدي هلا بيقولوا ممتاز، مع ان القوات اللبنانية اصلا النواب اللي كانوا حاضرين كل واحد حكي رواية شكل، شي قال تأخرنا بالفوتة لانه نحن ما كنا كاملين، شي قال نطرونا، شي قال انه كان اللقاء جيد، شي يعني كان في جفاء واضح. وبعتقد اليوم لن ينسى الرئيس الحريري ما تعرض له من القوات اللبنانية. كان في زكزكة للنائب جبران باسيل باستقبال ألان عون، وبعتقد اليوم أنه في كتير من التسرب غير المعلن بتكتل لبنان القوي نتيجة الاعتراض على سلوك جبران باسيل، وكان الواضح أنه كان في ربط نزاع مع حزب الله. والرئيس الحريري شفنا كيف كان متعاطف جدا مع غزة ومتعاطف مع أهلنا بالجنوب. نعم. قال الله يحمي أهل الجنوب، ولم يتطرق إلى موضوع المقاومة، وبده يستشير حزب الله، بده يستشير حزب الله حدا أو بده يقدر يدافع عن لا بل حكي ذكر بموضوع ربط النزاع. تمام. وحكي عن يعني تقريبا موقف، فصار واضح حضور الرئيس الحريري شو هو المنحة السياسي يلي بده ياخده، وهذا يمكن كمان بضاعف من الخوف
المسيحي يلي عم نشوف تداعياته. نعم. بسؤال أخير أستاذ غسان، هل ممكن أنه التسوية الإقليمية يطول وقتها تخلص، يعني أنه تخلص بغزة بعد بكير لأنها تخلص بغزة وبالتالي بعد المخاطر قائمة بتوسيع الحرب بلبنان؟ ما يجري اليوم هو تفاوض بالنار، يعني نحن خلص يمكن العدوان ما بقى في أكثر، يعني نتنياهو ما بقى يملك أنه يدمر ويقتل أكثر من هيك. نحن اليوم عم نتفاوض بالنار عبر بعض العمليات يلي عم تصير. اليوم نحن أمام حرب لا هوادة فيها ولا تراجع فيها، نحن أمام أصعب مفاوضات ممكن تكون عم تجري وأعقد مفاوضات ممكن تكون عم تجري، لأنه من يتراجع أو من يتنازل ينتهي. لذلك اليوم نحن منشوف بأنه لا حماس قادرة أمام التضحيات اللي تقدمت أنها تتراجع أو يعني تستغني عن الشرط الأساسي اللي هو وقف شامل ونهائي لإطلاق النار وما الدخول بهدنة وإطلاق الأسرى ومن ثم استئناف الحرب عليها. وإسرائيل بدها تحاول، يعني اليوم فشل في الميدان في غزة، فشل في الضفة بضرب المقاومة اللي عم تصير، فشلت المنظومة الأمنية في ردع العمليات اللي شفنا آخرها بالقدس، فشل في جنوب لبنان، فشل في البحر الأحمر يعني فشل بأكثر من محل، وانكشف هذا القناع الوحشي البربري للعدو الإسرائيلي أمام العالم يلي صار عم ينقلب ضده. فبالتالي كمان هو اليوم عم يفتش عن تجميع، يعني شو بدي أقولك، هيك تحقيق إنجازات صغيرة يقدر يجمع له يهن الأمريكي ليقدر يعطي. بعتقد نحن أمام مفاوضات معقدة، لكن شهر رمضان يضغط على الطرفين، وبالتالي قد نكون أمام يعني تدوير زوايا في إيجاد هدنة في شهر رمضان، قد تكون هذه الهدنة من دون يمكن بتنازلات موضعية أو تنازلات بسيطة جدا من الطرفين، وإلا إذا ما كنا هيك نحن رايحين على مشكلة كبيرة، رايحين على اجتياح رفح. رفح بدها يعني تجبر مصر على فتح المعابر، بدها تتعرض اتفاقية السلام للاهتزاز، اتفاقية كام ديفيد، وطبعا الجبهات المساندة ستخرج حتما عن قواعد الاشتباك في هذا الإطار، وقد يؤدي اجتياح رفح إلى الدخول في المجهول أو إلى يعني توسيع هذه الحرب، ومنصير قدام إما ميني حرب إقليمية أو ربما يمكن الأمور تفلت من كل